السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا النهاردة في محاضرتنا الثانية بمادة Project Risk and Supply Chain Risk، وقبل ما نبتدي في تفاصيل المحاضرة بتاعتنا محتاجة أفكركم بشوية حاجات صغيرة أو مجموعة تفاصيل خدناها في المحاضرة الأولى. بدأنا محاضرتنا الأولى لمادة Project Risk and Supply Chain Risk بإن إحنا اتكلمنا عن مجموعة حاجات لازم أكون عارفها. What do you need to know؟ إيه اللي أنا محتاجة أعرفه قبل ما أبتدي دراسة المادة؟ وكانت أول حاجة تعريف المشروع، تعريف المخاطر، بعد كده أنواع المخاطر اللي ممكن يتعرض ليها المشروع بتاعنا، إدارة سلاسل الإمداد أو التوريد للمشروع بتاعي، إيه المخاطر داخل سلسلة الإمداد دي أو إيه اللي ممكن أتعرض له من مخاطر، و how to manage أو إزاي تدير هذه المخاطر. بعد ما تناولنا التعريفات اللي اتكلمنا عنها في محاضرتنا اللي فاتت، محتاجين بقى نكون مخصصين او محددين الهدف. النهارده احنا هنتناول البروجكت ريسك توبكس، هنركز على مخاطر المشروع. اول حاجه عندي خالص، انا لازم اكون عارف ان انا يكون عندي خطه لاداره هذه المخاطر. يبقى لازم يكون في حاجه اسمها بلان ريسك مانجمنت. لازم احدد الخطر، أحدد المخاطر بتاعتي، إيه المخاطر؟ ممكن تكون مخاطر بيئية، ممكن تكون مخاطر اجتماعية، مخاطر سياسية، إيه نوع المخاطر اللي أنا بتعرض ليها؟ فـ Identify Risks. بعد كده ببتدي أعمل حاجة اسمها التحليل النوعي للمخاطر. بعد ما حددت المخاطر ببتدي أعمل لها تحليل نوعي، هنتناوله مع بعض بالتفصيل، وبعدين تحليل كمي، وبعد كده هيتم عمل خطة الاستجابة للمخاطر، ازاي هنستجيب ليها بحيث ان احنا عايزين دايما يكون التأثير قليل. احنا دايما بندور على ان الامباكت اللي جاي لي من المخاطر دي على المشروع بتاعي يكون اقل بكتير من اي حاجة تانية. ليه ده بيحصل؟ لان ده اللي بيساعد على نجاح المشروع واستمراريته. المونيتور اند كنترول ريسك، ان انا يكون عندي دايما مراقبة وتحكم في هذه المخاطر، ان انا اقدر في حالة ان الخطر ده حصل يكون عندي دايما كنترول عليه، انا دايما بتحكم فيه، براعي ايه درجه الاستجابه بتاعته او درجه تاثيره على المشروع بتاعتي شكلها ايه. هرجع افكركم تاني قبل ما ابتدي في مخاطر المشروع او البروجكت ريسك بايه هو المشروع. قلنا ان المشروع هي عباره عن جهود بتبذل لفتره زمنيه مؤقته لتحديد هدف معين. في عندي جول بحدده، ففي عندي دايما ستارت بوينت او الستارت اند ستوب بوينت، في عندي نقطه بدايه ونقطه نهايه. فبالتالي المشروع بتاعي بيكون محكوم بوقت، محكوم الوقت بتاعه متقسم، قلنا بيجيننج وميدل اند اند. بعد كده لازم المشروع بتاعي يكون فيه سمات التميز، ان هو بيقدم برودكت اور سيرفيس يكون متميز عن المتاح في السوق، ياخد الشكل التفصيلي او التدريجي، ان هو دايما البروجكت بيطلع على مراحل ولكن وليس على مرحله واحده. ده انا هنا بحاول افكرك بوات ذا بروجكت اللي احنا قلناها في الايه في المحاضره اللي فاتت. وزي ما تذكرنا مع بعض ايه هو المشروع، هنرجع نفتكر تاني ايه هو الريسك، بما ان احنا خلاص حاليا مخصصين وقتنا للبروجكت ريسك. الريسك بتاعي احنا قلنا ان هو عباره عن مخاطر او احداث غير مخططه او غير محدده. هو unplanned event، يعني عندي حاجة غير مخططة أو حدث غير مخطط له كان impact a project، له تأثير أو ممكن أن يؤثر على البروجكت بتاعنا. وزي ما هنشوف في الشريحة القادمة إن الخطر بتاعنا زي ما سبق وشرحناه، إنه ممكن يكون الخطر ده إيجابي أو سلبي، يعني ممكن يكون نيجاتيف وممكن يكون إيجابي البوزيتيف. طب النيجاتيف بتاعك اللي هو دايما بيعرضك لمخاطرة معينة، المخاطرة دي بيكون تأثيرها دايما بتأثير سلبي على المشروع. طب هل كل المخاطر او كل الريسكز نيجاتيف؟ قلنا لا، not all risks are negative. في عندنا بعض الريسكز بتكون opportunities او بتكون فرصة بالنسبة لي، زي ما خدنا مثال قبل كده في المحاضرة اللي فاتت ويمكن ذكرناها في حلقة النقاش اللي فاتت، ان احنا اتفقنا وقلنا لو انا عندي raw material نزل عليها discount عالي جدا، عليها offer كبير، قدرت اوفرها بالسعر ده ومعنديش اي مشاكل في تكلفه النقل او الشحن او التخزين، اذا انا عندي حاليا opportunity، دي فرصه بالنسبه لي، هي توفير الماده الخام بسعر قليل في فتره زمنيه معينه. فده بالنسبه لي بيكون الريسك هنا او المخاطره اللي انا خدتها اني تحملت تكلفه الماده الخام دي، ان انا قدرت اوفر او اعمل سيفنج في حاجه تانية اللي هي سيفنج في الكوست، سيفنج في التايم، ان انا ما اخرتش طلب الاوردرات او وصلت للمده المحدده، انا استفدت بالاوفر الموجود حاليا.
إذن not all risks are negative. أول ما بيحصل عندي حاجة إيجابية بتتحول لحاجة اسمها opportunity أو فرصة، وده بالنسبة لنا. يبقى إحنا دلوقتي عرفنا، رجعنا مع بعض إيه هو البروجكت المشروع، ورجعنا مع بعض إيه هو المخاطرة أو الخطر اللي ممكن يتعرض ليه المشروع، وكان impact اللي يقدر يؤثر على البروجكت بتاعي. Project Risk Management، إدارة مخاطر المشروع. إزاي ندير مخاطر المشروع؟ قلنا علشان ندير المخاطر دي محتاجين نمر بمجموعة من المراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الإعداد، إن أنت هتعد لإدارة المخاطر. المرحلة الثانية هي مرحلة البلانينج، التخطيط. بعد ما عملنا الإعداد وصلنا للتخطيط، بعد كده دخلنا على التنفيذ بقى، الإكسكيوتينج، أنا هبتدي أنفذ الخطة اللي أنا عملتها. مونيتورنج أند كنترولنج، هيكون فيه مراقبة ومتابعة للتنفيذ. أنا عملت الإعداد في الأول، وبعدين بدأت أحط البلان بتاعتي، عملنا الخطة أو التخطيط للبروجكت ريسك مانجمنت، لإدارة مخاطر المشروع. بعد ما حطينا الخطة بتاعتنا أو تم وضع الخطة وفقا للآليات المناسبة، هبتدي أخش على مرحلة الإكسكيوتينج أو تنفيذ الخطة بتاعتي. طب هل هنفذ وهستوب على كده؟ لا، قالك بعد التنفيذ لازم يكون عندي حاجة اسمها مونيتورنج أند كنترولنج، لازم أراقب وأتابع، لازم يكون عندي مراقبة مستمرة، لأن في أثناء عملية التنفيذ ممكن أتعرض لخطأ في التنفيذ يعرضني لمخاطرة أكبر، فبالتالي المراقبة هنا بتكون زي عملية تجنب الأخطاء اللي بتحصل أثناء التنفيذ. ثم الكلوزنج اللي هي الإغلاق أو نهاية عملية البروجكت ريسك مانجمنت. في مرحلة الإعداد والتخطيط والتنفيذ بيكون عندي مجموعة بوينت بشتغل عليها، اللي هي البوينت الأساسية بتاعتي اللي أنا ذكرتها في بداية التوبكس بتاعتنا البروجكت. قلنا بحدد الأول خطة إدارة المخاطر، وبعدين بحدد الخطر بتاعي، وبعدين بعمل التحليل النوعي والتحليل الكمي، وبشوف خطة الاستجابة بتاعتي شكلها إيه. بنيجي في المرحلة الأخيرة بتاعتنا هي المونيتور أند كنترول ريسك، ببتدي أعمل مرحلة المراقبة والإيه والتحكم. يبقى إذن أنا النهاردة بروجكت ريسك مانجمنت مبنية على مجموعة من الخطوات. نمرة واحد هي الإعداد، تخطيط، 2 3 التنفيذ، 4 المراقبة والمتابعة، 5 الإغلاق. يبقى دول الخمس خطوات اللي بيمر بيهم البروجكت ريسك مانجمنت أو إدارة مخاطر المشروع. في المراحل الأولى الثلاثة، مرحلة الإعداد والتخطيط والتنفيذ، بهتم بمجموعة من النقاط. أول حاجة عندي إن أنا أعمل خطة لإدارة المخاطر، وبعدين ببتدي أتعرف أو أبتدي أحدد إيه هي المخاطر، وبعدين أبتدي أعمل لها عملية التحليل النوعي والتحليل الكمي، وبعدين بشوف درجة الاستجابة لهذه المخاطر. آخر جزئين عندي اللي هم المتابعة والإغلاق أو الكلوزنج، اللي هو نهاية الخطة بتاعتي أو نهاية البروجكت ريسك مانجمنت، هي المونيتور أند كنترول ريسك اللي هي المتابعة والتحكم، إن أنا بتابع وبراقب عملية التنفيذ وصولا لنهاية الموضوع أو لإغلاق. بروجكت ريسك أند سبلاي تشين ريسك، لازم أعرف هو إيه الهدف منها. يعني أنا النهاردة الكي أوبجيكتيف بتاعي هو إيه؟ الكي اوبجكتيف بتاعي هو الهدف الرئيسي لإدارة مخاطر المشروع إني أزود احتمالية نجاح المشروع. أنا عايز أنجح في البروجكت ده، محتاج إن البروجكت ده يحقق النتيجة اللي أنا بحلم بيها. أنا عندي دايماً كده لما ابتديت أحط البروجكت ده قدامي وعملت البلان بتاعته، حطيت هدف، الهدف ده هو نجاحه، وصوله للعالمية، وصول النمرة واحد محلياً، أياً كان الهدف. فبالتالي أنا عايز الهدف من إدارة مخاطر المشروع هو زيادة احتمالية النجاح. طب علشان ننجح لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل حاجة اسمها ان انا ابتدي اقلل، اعمل حاجة اسمها الديكريز، ان انا اقلل في النيجاتيف ريسك ايفنتس، يعني اقلل في الاحداث السلبية او المخاطر السلبية اللي ممكن تؤدي لفشل المشروع، بالاضافة لاني بزود من الاحداث الايجابية اللي هي البوزيتيف ايفنت، كل ما يحدث ايجابي، اللي انا عايز ازود الاوبورتيونيتيز، يبقى انا عايز ازود من الفرص، لان كل ما زادت العملية الحاجات الإيجابية أو الأحداث الإيجابية، كل هي المخاطرة الإيجابية اللي هي بالنسبة لنا opportunity، كل ما زادت الفرص، كل ما قلت المخاطر، كل ما كان نجاح المشروع بشكل مهم جدا أو هينجح بالشكل اللي احنا بنتمناه. إدارة المخاطر بتشتمل على عمليات التخطيط لإدارة المخاطر، وبعدين تحديدها، وبعدين بنحدد زي ما قلنا identifying risk، وبعدين بنحدد التحليل النوعي والتحليل الكمي، وبعدين بنشوف درجة الاستجابة لهذه المخاطر، وثم المراقبة
اللي هو المونيتور اند مونيتورنج اند كنترولنج ريسكز اون سب بروجكت، مراقبه المخاطر على المشروع. بعد كده بنشوف ان دايما الخطر دايما بيكون في المستقبل، يعني حضرتك لما تيجي تحط بلان هنا انت بتتوقع ما يمكن الوصول اليه في المستقبل، انا عايز انجح في المستقبل، طب ايه المخاطر اللي ممكن تقابلني في المستقبل؟ يبقى انا عندي لما اجي اتكلم في مخاطر يبقى انا بتكلم في حاجه هل في الماضي ام في المستقبل؟ لا انا بتكلم في المستقبل. المخاطر ممكن تحصل، هي دايما في المستقبل، لكن ممكن تحصل during ايه؟ executing، يعني ممكن تحصل اثناء عمليه التنفيذ. يبقى الخطر ممكن يحصل اثناء عمليه التنفيذ ولكن هو دايما مستقبلي، هو دايما مستقبلي. بعد كده بيتم عمل عمليه تقييم للمخاطر. اولا انا عندي المخاطر هنا بتتضمن حاجه اسمها عدم اليقين او عدم التاكد، يعني it may or may not، يعني it may or no or may not، يعني ممكن تحصل وممكن لا، ممكن اتعرض للخطر ده او لا. بعد كده انا لازم يحصل عندي عمليه ان انا اقيم مدى تحمل مؤسستي انا بقى. المؤسسه عندي او الاورجنايزيشن، اسس يور اورجنايزيشنز، يعني ابتدي قيس او قيم مدى تحمل مؤسستك للمخاطر، ازاي تقدر وكمان ازاي اقدر اتجنبها، يعني ازاي هي تتحمل لدرجه قد ايه واتحمل اتجنبها ازاي. زي بالظبط احيانا بنلاقي سوق المنافسه عالي قوي، نلاقي الاسعار بدا، لو انا ببيع الموبايل ده ب 100 دولار، ظهرت شركة منافسة بتكنولوجي متطور بدأت تبيع الموبايل ده ب 50 دولار، أصبح هي بتبيع بسعر أرخص، فبدأت الكاستمر بدأ يتردد على الشركة اللي بتبيع بالسعر الأرخص. طب أنا النهاردة كشركة عايز أحافظ على ده، أصبح دي مخاطرة، المخاطرة دي طب أنا هقدر أخفض السعر لحد إمتى؟ وهفضل أخفضه بنسبة قد إيه؟ فبالتالي هنا أنا لازم أقيم مدى تحمل شركتي أو مؤسستي للمخاطر، وهل هتتحمل المخاطر دي ولا يجب تجنبها؟ تجنبها هنا بيكون اما ان انا بعمل ابديت او بعمل زي تطوير للمنتج بتاعي، بعلي البرفورمانس بتاعه، بخليه معدل الاداء بتاعه اعلى باي طريقه، ان انا ما اخفضش السعر ولكن اقدر ابيعه بنفس السعر لان في ميزه تنافسيه او ميزه عن المنتج اللي بسعر منخفض. بعد كده بنبتدي نشوف عندي المخاطر دايما او المخاطره بتكون احيانا معروفه will be known and unknown، يعني ممكن اكون اعرفها ممكن اكون ما اعرفهاش، زي ما اديت لحضراتكم مثال يمكن في حلقه النقاش الاخيره الكوفيد 19 احنا ما كناش نعرف عنه حاجه، لكن في مخاطر بنعرفها، زي ما اقول مثلا منطقه البروجكت بتاعي هيحصل فيها زلزال، قدرنا نتوقع الزلزال، قدرنا نتوقع نتيجه لتغير سعر العمله ان هيكون في ارتفاع في الاسعار او زياده في التضخم، يبقى دي حاجات انا قادر اتعرف عليها، لكن في حاجات تانية انا بتفاجئني ما بقدرش اعرفها، زي حادث سير سيارة، حصل حادثة للسيارة اللي جاية محملة بالمواد الخام او نقل البضائع للعميل، فده حادث unknown، يبقى ده unknown risks، لكن احيانا will be no risks، انا بكون عارف ايه المخاطر اللي هتعرض لها نتيجة للتنبؤ الجيد لهذه المخاطر. زي ما اتفقنا وقلنا من المحاضرة اللي فاتت بنتكلم في النقطة دي لأنها مهمة جدا، وبقول لكم اهو يمكن السمايل فيس بيقول لك دونت فورجيت، ما تنساش ولا واحدة من دول. ريسكس كان بي نيجاتيف او بوزيتيف اند ار ايدنتيفاينج از ثريتس اور اوبورتيونيتيز، يبقى انا النهارده الريسك بتاعي او المخاطر ممكن تكون نيجاتيف او بوزيتيف، طب احنا غيرنا كلمه، شلنا كلمه نيجاتيف وبوزيتيف اللي هم سلبي وايجابي وحطينا حاجه اسمها ثريتس واوبورتيونيتيز، يعني يا اما فرص او تهديدات او مخاطر بيتعرض ليها المشروع. اخر حاجه عندي في الكي اوبجكتيفز ان المخاطر هي اللحظه اللي بيتم فيها تصور المشروع، او ان انا بغير في صورة المشروع، حصل تغير في شكل البروجكت بتاعي سواء كان سلبي أو إيجابي، أو تحولنا أو قدرنا ناخد فرص أو تعرضنا لتهديد أو خطر معين. ولو رجعت للكاتيجوريز اللي اتكلمنا عنها هنلاقي إن ممكن يكون التغير السياسي، ممكن يكون التغير في التشريعات والقوانين أدى لتغير صورة البروجكت نفسه في السوق اللي احنا بنتعامل فيه. وبكده نبقى احنا عرفنا ايه هي الاوبجكتيفز الخاصة بالبروجكت ريسك مانجمنت. Risk Management Planning.
الريسك مانجمنت بلاننج انا خلاص هبتدي احط الخطه، ودي الخطوه الاولى عندي لاداره مخاطر المشروع. طيب تعالوا ناخد كده اكزامبل بالاشكال اللي موجوده قدامنا. لو عندي مشكله او انا المشروع بتاعي تطلب مني الوقوف على حافه منحدر، انا واقفه على حافه منحدر زي ما حضراتكم شايفين، ده البروجكت بتاعي اهو، وانا واقف خلاص على الحافه. اصبح لو الجو عاصف جدا، لو في عندي الجو في عاصفه شديده او الارض فيها ممكن توقعني او فيها زحلقه او فيها ماده لزجه او غير مستويه، يبقى هنا من المرجح دايما ان انا هيحصل لي ايه؟ هيحصل لي سقوط. الاكسبت هنا هو السقوط، او بمعنى اصح هو تحمل الخطر، ان انا خلاص بقى انا واقع عني الخطر انا ما قدرتش اتجنبه. اللي بيحصل حاجه البروجكت بتاعي اهو، انا دايما بفكر هاو تو افويد، ازاي اتجنب، ازاي اخفف. حط لك هنا زي منضده كده او ترابيزه، قال لك الترابيزه عشان لما يقع يقع عليها، يعني انا بخفف وطأة الموضوع. او ترانسفير، ان انا بحاول انقل او احول عن طريق حاجه تانية، يعني الخطر ده على شخص تاني او على او بنقله على حاجه اخف من الحاجه الاساسيه، ان انا ما انهارش انهيار تام. الاكسبت هنا ان انا خلاص ما قدرتش اعمل حاجه فبالتالي سقطت. السقوط هنا هو انهيار المشروع، معنى كده ان المخاطره اللي حصلت او المخاطر اللي اتعرض ليها المشروع اثرت عليه وادت لنهايه ايه؟ حياته بصوره مبكره. اول ما بتبتدي تخطط للمشروع بتاعك بيكون المخاطر لسه مش موجوده، لا تزال المخاطر غير مؤكده. يبقى when you're planning your project risks are still uncertain، هو لسه مش موجود، احنا لسه الاحداث دي مش موجوده، لم تحدث بعد ولكن في النهاية ممكن إنها تحصل. يبقى بالتالي هنا يجب علينا أو يتعين علينا إن إحنا نتعامل مع هذه المخاطر. يبقى لازم أنا النهاردة بحط البلان بتاعتي للبروجكت، أنا أوريدي لسه البروجكت بتاعي ما ظهرش أو موجود في بس لسه في مرحلة البيجيننج، لسه في البداية، ولكن أنا عارف إن في بعض المخاطر اللي ممكن أتعرض ليها، بدأت أحطها قدام عيني ولكن هي لسه لم تحقق. إحنا عارفين أصلاً، بالإضافة لأن في حاجات إحنا قلنا إن أنا أنو، أنا ممكن أتعرض لحاجة أنا غير معرفة أو غير محددة بالنسبة لي. فعندي أربع طرق أساسية للتعامل مع هذه المخاطر، لازم أكون على وعي كامل بالأربع طرق دول عشان أقدر أتعامل مع مخاطر المشروع. أول حاجة عندي خالص مرحلة الأفويد. كلمة avoid يعني تجنب، إن أنا بتجنب وقوع الخطر أو المخاطرة دي أو تأثيرها أو إن يكون لها impact عندي على المشروع. يبقى أول طريقة من الأربع طرق الأساسية للتعامل مع المخاطر أثناء البلان بتاعتي، أنا بحط خطة how to avoid. ده أفضل حاجة، the best thing you can do with the risk، يعني أفضل حاجة تعملها للمخاطر is avoid it، إنك تتجنبها. لما بيكون عندي اما بحط خطه لتجنبه، يبقى هنا بامكاني ان امنع حدوثه او ضرره بالمشروع بيكون قليل. يبقى انا النهارده تجنب الخطر، ان انا ده افضل حاجه بالنسبه لي، يبقى انا عندي هنا افضل وسيله او افضل طريقه للتعامل مع المخاطر. اول حاجه عندي خالص هي تجنب المخاطر، وده اللي بحب احطه قدامي دايما، وده افضل طريقه للتعامل مع الخطر اني اتجنبه، ده بيمنع حدوثه فبالتالي مشروعي مش هيحصل له ضرر، يبقى هيقدر استمر لنجاح المشروع واحقق الاوبجكتيف بتاعي. انا ليه بتجنبه؟ لاني مش عايز اي عوائق توقف الهدف، انا دايما عايز الهدف بتاعي يتحقق، نجاح المشروع، ظهوره للنور، زياده الكاستمر، ان البرودكت او السيرفيس بتاعتي او الخدمه اللي انا بقدمها للناس تحصل على الاستجابه التامه. انا دايما بدور على ان انا اكون البيست سبلاير بالنسبه للكاستمر، عايز اكون دايما المورد الافضل للعملاء بتوعي. فبالتالي كل ما تجنبت المخاطر وبدا معدل بقائي في السوق عالي رغم وجود هذه المخاطر، انا بتجنبها دايما، فانا عندي دايما ايه الخطه البديله اللي اتكلمنا عنها قبل كده. فبالتالي ده بيخلي ان انا ببتدي اكون دايما البروجكت بتاعي في امان، بقدر احقق نتيجه كويسه، بقدر انجح واحقق الهدف المطلوب. طب مع الاسف انا ما قدرتش اتجنب المخاطر وما قدرتش اتجنب المخاطره اللي حصلت، لازم يحصل عمليه تخفيف. يبقى في حاله عدم تجنبي للمخاطر انا ما قدرتش اتجنبها، خلاص هو الخطر وقع وقع. يبقى if you can't avoid the risk، في حاله عدم تجنبي للمخاطر ولكن بامكاني تخفيفها،
you can mitigate. انا ممكن اخففها، يبقى if you can't avoid the risk you can mitigate it. ده بيعني ايه يا جماعه؟ بيعني ان انا باخد مجموعه من الاجراءات بيكون من شانها ان انا اقلل الضرر اللي ممكن يقع على المشروع بتاعي. يبقى انا في حاله عدم قدرتي على تجنب هذه المخاطر، انا بقول انا مش قادر اتجنب المخاطر، خلاص الخطر هيقع هيقع، لكن بحاول اخفف الاثار بتاعته، فبالتالي بقلل الضرر اللي ممكن يتسبب او ممكن يقع على المشروع الخاص بي، لان انا في النهايه عايزه احقق هدفي باي شكل. الطريقه الثالثه للريسك مانجمنت بلاننج ان انا اعمل خطه ازاي اعمل ترانسفير للخطر او ترانسفير للمخاطر، يعني انقلها لحد تاني او اعملها عمليه تحويل. هو انا ممكن انقل المخاطره؟ اه اكيد. طب ازاي؟ في حاله ان انا خلاص انا ما قدرتش اتبع الطريقه الاولى وهي تجنب المخاطر، ما قدرتش اتبع الطريقه الثانيه اللي هي التخفيف، لا انا ممكن النهارده اتبع طريقه ثالثه بتكون عمليه تحويل المخاطره. تحويل المخاطره بيحصل ازاي؟ لو انا مثلا هديكم مثال بسيط جدا، انا مورد عندي الديماند قليل في الفترة دي، الطلب على المنتج بتاعي قليل وعندي كمية كبيرة جدا في المخازن. ببتدي أعمل إيه؟ ببتدي أعمل أوفر. طب الأوفر اللي أنا قدمته ده الديماند هيزيد أو الطلب عندي هيزيد، فبالتالي أنا هعمل سبلاي أو هبتدي أورد للناس بشكل كبير جدا. بالنسبة للكاستمر اللي اشترى مني، هو شايف إنه أخد أوبورتيونيتي إن هو ملى المخازن بتاعته بالمادة الخام، لكن بالنسبة لي أنا خففت عني تكاليف التخزين وقدرت اتخلص من البضائع عن طريق ان انا بعتها عند المستهلكين. يبقى في الحاله دي او عند التجار او عند المصانع لو انا بورد ماده خام، يبقى في الحاله دي هو عمل تحويل للمخاطره، هو بدل ما هو اللي يفضل يتحمل تكلفه التخزين وتكلفه المخزون والحاجات دي موجوده ومحدش بيشتريها، هو نقل التكلفه دي لمين؟ للمصانع او للشركات او للكاستمر. يبقى التحويل بتعتبر احدى الطرق الفعاله للتعامل مع المخاطر، ان انا بدفع لشخص اخر ان هو اللي يتقبلها نيابه عني. الطريقه دي اكتر شيوعا، خصوصا زي ما قلنا لحضراتكم كده في المثال، ان انا عندي سواء السبلاير او في شركات التامين. هتلاقي شركه التامين دايما لما بروح اامن تامين على الحياه، تامين على السياره، معنى كده ان لو حصل مشكله للسياره، عملت حادث، مين اللي هيتحمل نتيجه الحادث؟ هي شركه التامين. يبقى في الحاله دي حضرتك عملت ترانسفير ريسك، انت نقلت المخاطر من عندك لشركه مين؟ التامين. ده بالنسبه للطريقه الثالثه، وبرضه هي من الطرق الفعاله. يبقى انا عندي الطرق الاساسيه للتعامل مع المخاطر هي تجنب المخاطر، ودي افضل حاجه ممكنه. التخفيف اذا لم تتمكن من تجنب المخاطر فانت بتخففها. الطريقه الثالثه وهي التحويل، اني بحول المخاطر دي لشخص اخر، مثال شركات التأمين على السيارات أو على الشركات، إنك تخلي في حالة حدوث أي خطر حصل اللي بتتحمل الريسك ده هي مين؟ شركة التأمين. الأسلوب الرابع أو الطريقة الرابعة للتعامل مع المخاطر، ودي يمكن أصعب حاجة، إن أنا الأكسبت بقى. When you can't avoid، خلاص أنا ما قدرتش أتجنبها أو أخففها، ما قدرتش أخفف برضو، او ترانسفير انا ما قدرتش احولها لحد او اعمل لها عمليه تحويل لشخص اخر، خلاص انا حاليا اكسبت، انا قبلت الرزق. Then you have to accept it. لكن الحدث هنا ان انا خلاص لما قبلتها انا لازم يكون عندي خطه بديله، لازم يكون عندي alternatives and know what will happen if it. يعني النهارده انا لازم اكون عارف في الحاله دي هعمل ايه، ايه اللي هيحصل. ممكن عشان انا ليه يكون عندي خطه بديله؟ عشان you can do to reduce its impact، عشان تحاول تقلل التاثير. انت خلاص اوريدي، خلاص الخطر حصل او المخاطره حصلت وانت اكسبت، ما قدرتش ولا تتجنب ولا تخفف من عبئها ولا قدرت تحولها لشخص اخر، كل الطرق اللي فاتت كانت مش موجوده بالنسبه لنا، ما قدرناش نتعامل بيها، احنا خلاص اوريدي اكسبت الريسك. طالما انا قبلت المخاطره والمخاطره وقعت عليا بالفعل، اذا في امباكت، اذا في تاثير. الهدف هنا او الطريقه دي لازم يكون عندي دايما بديل محطوط او خطه بديله تم وضعها، علشان اعمل ابتدي اشوف ازاي هريديوس الامباكت، هقلل نسبه التاثير الواقع على الخطر ده. Then accepting it
is your only choice، لان انا النهارده الاختيار الوحيد قدامي هو قبول المخاطره. خلاص انا لازم احط خطه بديله، انا ما قدرتش كل الطرق اللي فاتت، انا ما قدرتش اعملها، ولا قدرت اتجنب الوقوع فيها، ولا قدرت احولها لحد تاني، ولا قدرت اخفف من وقوعها، بالعكس انا قبلتها كامله، ويمكن الصوره معبره جدا، هو سقط بالفعل من على الحافه. فبالتالي السقوط ده انا لازم يكون عندي خطه بديله عشان اقدر اقلل reduce الامباكت، ان انا اقلل نسبه المخاطره دي عليا او اقلل تاثيرها على المشروع بتاعي، لان في النهايه انا عندي هدف محتاج احققه. التأثير أو المخاطرة دي كل ما كانت نسبة الإمباكت بتاعتها عالية أو كل ما كان الأثر بتاعها عالي، كل ما أخرني دون الوصول للهدف. فبالتالي أنا دايما عايز أحاول أقلل أو أعمل ريديوس للإيه؟ للإمباكت بتاعي. لكن في النهاية خلاص أنا اختياري الوحيد هو قبول ما حدث. زي بالظبط هديكم مثال زي الحريق اللي حصل في مرفأ بيروت. الحريق اللي حصل في مرفأ بيروت مثلا كان حريق ضخم جدا أدى لتعطل حركة الملاحة. طب هل السفن اللي كانت بتتوجه على مرفأ بيروت في التوقيت ده هم اوريدي خلاص احنا اكسبت للخطر، احنا ولا قدرنا نتجنبه ولا قدرنا نخفف، بالعكس الاثار والنتائج كانت سيئه جدا. طب اللي حصل ايه؟ ان احنا بدأنا نعمل الخطه البديله، هي ان انا احاول اغير اتجاه المراكب لمواني اخرى حمايه على بضائع التجار او على المصدرين والمستوردين. لكن يبقى انا هنا الخطه اللي حصلت هنا قدرت تخفف او تريديوس الامباكت، تقلل من ايه؟ من التاثير، ان انا النهارده البضائع ما حصلهاش حاجه، المينا اتاثرت شويه، يبقى انا الاثر انحصر كله في ايه؟ فيما حدث داخل مرفأ بيروت، لكن ما امتدش للتجار، ما امتدش للسفن، ما حصلش مخاطر للبراكب نفسها. فقدرنا من خلال الخطه البديله ان احنا نحولهم لمواني اخرى، تبتدي زي مواني مصريه، مواني سوريه، بدات هي المواني القريبه هي اللي تبتدي تستقبل البضائع عشان نقدر نخفف من ايه؟ من هذا الامباكت او نقلل التاثير بتاعنا من الخسائر. مع الاسف انا مع مرور الوقت او باي ذا تايم ريسك اكشوالي اوكرز، خلاص هو انا اون يور بروجكت الريسك اصلا خلاص هو وقع عندي على المشروع بتاعي، بس it's too late to do anything about it. أصبحنا ما عندناش أي حاجة نقدمها أو أي حاجة نقدر نعملها، ما فيش فات الأوان إن احنا ناخد أي شيء تجاهه. ولهذا السبب، لهذا السبب أنا دايما ببتدي أفكر في إن أنا أعمل تخطيط للمخاطر من البداية. يعني أنا بخطط النهاردة from the beginning and keep coming back to do more planning. انا دايما بخطط من البدايه، واثناء عملي بالمشروع انا عمال اطلع استخرج مزيد من الخطط، مزيد من الخطط علشان خلال فتره المشروع عشان اقدر ابتدي اخفف الامباكت اللي بيحصل على المشروع فبيعوق تقدمه. البلان ريسك مانجمنت بنقول عليها بروسيس. البروسيس اي بروسيس في الدنيا بتتكون من عدد من الخطوات. اول حاجه عندي الانبوت مدخلات، وبعدين التولز اند تكنيكس، ايه الادوات اللي هنستخدمها مع هذه المدخلات عشان نحصل على حاجه اسمها الاوتبوتس اللي هي الريسك مانجمنت بلان. يعني انا النهارده لازم يكون عندي مدخلات او معايير معينه بيتم عمل عليها بعض التقنيات باستخدام بعض الادوات والتكنيكس المستخدمه، بقدر اوصل للاوتبوت بتاعي او المخرجات. طب ايه هو الاوتبوت او ايه هي النتيجه اللي هخرج بيها؟ هي الريسك مانجمنت بلان. يبقى العمليه دي هي بتحدد لك عباره عن كيفيه اجراء انشطه اداره مخاطر المشروع، بما يتضمن عمليه ان انا اولا في الانبوت بحدد وبوفر كل المواد، بشوف البروجكت سكوب ستيتمنت، بشوف الكوست، بشوف السكادول، بشوف الكوميونيكيشنز بتاعت الكوميونيكيشن مانجمنت بلان، بشوف كل حاجه لغايه الاورجنايزيشن بروسيس. بعد كده في التولز انا بحدد البلاننج والميتنجز والاناليسيس، بشوف احنا هنخطط لايه، هنتقابل امتى، هنعمل تحليل لايه بالظبط عشان اوصل للنهايه لحاجه اسمها الريسك مانجمنت بلان. يبقى اذا النهارده بيبدا التخطيط لاداره المخاطر من اول ما بتصور المشروع. يعني انا بدات اتصور المشروع، تصورنا، يبقى انا ببتدي اخطط للمخاطر بتاعتي من بدايه تصوري للمشروع، وبستكمل بقى، بفضل اكمل في هذه الخطوات. طبعا ده بدايه من وقت مبكر جدا في المشروع، زي ما قلنا كده planning for risk management begin when the project
is originally. يعني انت لسه بتفكر، هو انت لسه هو جاست فكره في البدايه خالص، انت بتجمع عنه اول ما فكرت في المشروع كاصل. فكرت في المشروع اصل من اصولك، انت هتعمل خلاص المشروع بتاعك. احد اهم هذه الحاجات اللي بتفكر فيها هي بلان ريسك مانجمنت، ازاي هتدير المخاطر دي. فبتبدا تحط قدامك ايه هي الانبوت، ايه هي الادوات بتاعتك. هنلاقي الادوات بتاعتي كلها هي عباره عن البروجكت سكوب مانجمنت ستيتمنت والكوست مانجمنت بلان والسكادول والكوميونيكيشن والانتربرايز انفايرمنت، البيئه اللي بنشتغل فيها والفاكتورز ابعادها وعواملها والاورجنايزيشن بروسيس نفسها. بعد كده بشوف ايه التولز اللي هستخدمها. انا عايز اعمل بلاننج، فبالتالي هيبقى في ميتنج، فبالتالي هيحصل اناليسيس لحاجات كتيره قوي. الاوتبوت بتاعتي انا عايز استخرج ايه، او عايز الريزلت بتاعتي او النتيجه تكون ايه، تكون عباره عن ريسك مانجمنت بلان. يبقى البروسيس دي بتعرفك الريسك مانجمنت اكتيفيتي. الخطوات اللي احنا شايفينها دي عرفتنا ايه هي الانشطه اللي بنعملها في الريسك مانجمنت اكتيفيتيز فور ا بروجكت. عندي هي بتانكلود البروسيس اوف ديفايننج اند بروفايدنج ستافنج. طبعا انا ببتدي اشوف كل الريسورس اللي عندي اند التايم تو بريفورم ريسك مانجمنت اكتيفيتيز. ببتدي اشوف كل ده علشان البريفورم بتاعي معايا الريسك مانجمنت ايه اكتيفيتيز. يبقى هنا هي عباره عن هذه العمليه هي اللي بتحدد كيفيه اجراء انشطه اداره المخاطر للمشروع، وبتتضمن تحديد كافه الموارد والوقت الكافيين لاداره انشطه هذه ايه المخاطر. وبتبدا من وقت تصوري للمشروع وبتستكمل فيما بعد اثناء عمليه التخطيط. نقدر نحط خطط لكل عنصر من العناصر دي لمواجهه المخاطر. هنتكلم في الريسك مانجمنت بلان. هناخد اول حاجه خالص الكومبوننت بتاعتها، هي ايه المكونات او ايه هي الانبوت اللي احنا بنعتمد عليها. هنلاقي هنا الميثودولوجي المنهجيه، الريسبونسابيلتيز والرولز، الرولز اند ريسبونسابيلتيز الادوار والمسؤوليات لكل شخص، البادجت الميزانيات، الاوقات، التايمنج لان احنا عارفين ان التايم قد ايه مهم، الريسك كاتيجوريز ايه هي فئات. واحنا اتكلمنا يمكن في المحاضره اللي فاتت وقلنا ان عندنا 15 فئه للمخاطر منهم، وفي ثلاثه اخرين دول اللي بيكونوا كومن في كل انواع البروجكت. فبالتالي انا النهارده محتاج احدد ايه هم الريسك كاتيجوريز بتاعتي اللي انا بندرج تحتها. هل انا المشروع بتاعي بيتاثر بالحاجات السياسيه بوليتيكال، ولا بالليجل بالقانوني، ولا التكنولوجي، ولا هو في الثلاثه الكومن اللي هم البرفورمانس والسكادول والسبلاي تشين او الكوست. يبقى في الحاله دي انا محتاجه احدد ايه الفئات من المخاطر اللي ممكن تضر المشروع بتاعي. ده الانبوت بتاعي. بعد كده بتعرف على الامباكت، ايه طبيعه الاحتمالات او التاثيرات اللي ممكن تحصل لي. احتمال يحصل ايه؟ احتمال يحصل انخفاض في العملاء، احتمال يحصل افلاس، احتمال يحصل زياده في الدين، احتمال يحصل لو انا مثلا بقترض كتير، ايه الاحتمالات اللي عندي؟ دايما بشوف الستوك هولدرز بتوعي اللي هم المساهمين او اصحاب المصلحه معايا هيتاثروا بايه؟ ببتدي اشوف دايما اعمل عمليه ريبورتنج باستمرار واشوف لها فورماتس، يعني احدد التنسيق او احدد الشكل او النموذج، اقول ده الفورم الخاص بالنموذج اللي احنا هنحط فيها الكاتيجوريز الخاصه بالريسكس بتاعتنا، ونحدد فيها البادجت، ونحدد فيها الاوقات بتاعتنا، ونحدد فيها المسؤوليات. يبقى انا هنا حطيت ديزاين او فورم معينه مع طبعا تتبع هذه العمليات. ده بالنسبه للكومبوننت. بيقابلها هنا هي بتحدد لك ايه؟ بتحدد لك اولا ازاي هتشتغل اداره المخاطر. How you will do risk management. ازاي؟ كيف ستفعل او ازاي هتشتغل؟ Who will do what؟ مين هيفعل ايه؟ احنا النهارده مين هيعمل ايه؟ يعني كل واحد فينا دوره ايه تجاه ادارة المخاطر؟ وما المخاطر؟ What risk؟ وايه التكلفة؟ التكلفة هيكلفني ايه الخطر ده؟ او ده حتى مجرد البلان على فكرة كوست، يعني البلان كوست. احنا دايما واحنا بنحط الخطة بنختار اقل الاسعار او اقصر الطرق اللي بيها اللوست كوست او التكلفه تكون قليله لتنفيذ هذه الخطه او لعمل الخطط نفسها. بعد كده ببتدي اشوف لما خلاص وين وي دو ريسك، احنا خلاص عملنا الريسك بتاعتنا. زي ده مثال، مثلا عندنا في حاجه اسمها الانترنال اند اكسترنال.
احنا النهارده اتفقنا ان في مخاطر، ودي شرحناها في المحاضره اللي فاتت، في مخاطر داخليه ومخاطر خارجيه. طيب لما بتحصل المخاطر دي مدى شدتها علينا هيكون ايه؟ قد يكون الخطر ده محتمل وممكن نتحمله وممكن. طب انا النهارده لازم اعرف المخاطر الداخليه هي ايه اللي ممكن تؤثر عليا، وايه المخاطر الخارجيه، وفي حاله حدوثها ايه الامباكت اللي هيحصل منها. بعد كده بتكلم على برضو زي ما قلنا قبل كده، بالنسبة للريسك بتاعي أنا لازم أعرف إزاي أتحمله أو أتجنبه. يعني أشوف لو وقع عليا زي ما قلنا في الأربع طرق اللي فاتوا، قلنا في تجنب وفي تخفيف وفي تحويل وفي خلاص إن أنا هقبله. في كل مرحلة من دول لازم تكون قدام عيني وأنا بحط الخطة لإدارة الريسك بتاعي أو لإدارة مخاطر مشروعي، إن أنا في الحالة دي هيحصل إيه. دايما لازم يكون عندي الألترناتيف، بقى أنا عندي البدايل دايما موجودة. بعد كده ببتدي اشوف هو الريبورتس اللي احنا قلنا لها، احنا قلنا ريبورت فورم، طب هو ايه الهدف وايه اللي هيتكتب جوه التقرير. احنا عملنا التقرير خلاص، حطينا النموذج سطرناه وعملنا الديزاين بتاعه، هو ده النموذج. طب احنا هنحط جوه التقرير ايه؟ يبقى انا هنا كل حاجه من الكومبوننت دي ليها آلية في التنفيذ او ليها طبيعة في التنفيذ. مين اللي هيعملها؟ هتتنفذ ازاي؟ ايه المكونات النموذج؟ الاوديت نفسه او المراجعة والتقييم هيتم ازاي؟ هل هيتم عن طريق شركات خارجية هي اللي هتعمل اوديت، ولا هي هيكون عندنا قسم للاوديت لإدارة مخاطر المشروع، وقسم لمراجعة إدارة المخاطر، قسم لمراجعة خطة المخاطر؟ الطريقة دي نفسها الاوديت اوف ريسك بروسيس هتمشي ازاي؟ خطوات المراجعة أو تتبع أو تدفق عملية أو تدقيق عملية المخاطر هيتم إزاي عشان أوصل في النهاية خالص لأن يكون عندي بلان ريسك واضحة وصريحة وقوية وقادرة على مواجهة المخاطر اللي بتتعرض ليها المؤسسات أو المشروعات. هنلاقي هنا ان النتيجة اللي احنا توصلنا لها، احنا خلاص شفنا الانبوت بتاعنا وشفنا ازاي هيحصل التولز بتاعته هنستخدمها ازاي. طب ايه هي الاوتبوت؟ الاوتبوت اوف بلان ريسك مانجمنت في النهاية خالص هي بتعمل لك عملية انشاء واكمال لخطة مخاطر ادارة المشروع. بقى عندنا خطة اوريدي واضحة، وده بيتم من خلال فئات رئيسية. يبقى خطة إدارة المشروع لازم تشتمل على عدد من الفئات. أول حاجة خالص زي ما قلتها قبل كده الريسك مانجمنت ميثودولوجي، إدارة منهجية إدارة المخاطر. أنا هتبع أنهي طريقة؟ هل هتعمل دايماً على طريقة التحويل الترانسفير، ولا هشتغل بطريقة التجنب، ولا هشتغل الأفويد، ولا هشتغل بطريقة إن أنا أكسبت، هشتغل بأنهي طريقة؟ يبقى إيه المنهج المتبع في إدارة مخاطر المشروع؟ تاني حاجة هشوف ايه الرولز اند ريسبونسابيلتيز، مين مسؤول عن ايه؟ الأدوار مقسمة ازاي أو موزعة ازاي؟ هبتدي أشوف الميزانيات، هبتدي أشوف التوقيتات، ريسك كاتيجوريز، الفئات زي ما اتفقنا. هبتدي أشوف دايما، هبتدي أتعرف على الاحتمالية والإمباكت، التأثيرات. هو هيحصل باحتمالية كام في المية؟ 10% احنا هنتعرض للمخاطر، ولا 5%؟ ارتفاع الاسعار الحالي هيضرني بنسبه او يؤثر عليا تاثير سلبي بنسبه 30%. يبقى انا هنا عرفت الامباكت بتاعه ايه بالظبط. بعد كده ببتدي اشوف في عندنا مصفوفه اسمها الماتريكس بتاعتنا، مصفوفه الاحتمالات والاثر. بعد كده ببتدي اشوف التفاوت بالنسبه لاصحاب المصالح بقى اللي هم الستوك هولدرز او المساهمين بتوعي، هل هنا في تفاوتات مسموح بيها؟ يعني ممكن اقلل شويه في نسبه المساهمه بتاعتهم او اقلل في الارباح بنسبه معينه، ده لازم يتحط معايا. ان انا في حاله تعرضي للمخاطره اكيد كل المساهمين هيتعرضوا لهذه المخاطر، المشروع اتعرض لمخاطره، فبالتالي كل من هو مشارك فيه عاد عليه الامباكت او عاد عليه الاثر. طب الاثر اللي عاد عليه ده هيحصل فيه ايه؟ هل ايه نسبه المسموح بيه؟ ممكن يسمحوا بتخفيض ارباحهم 10%؟ 5%؟ ده اللي لازم اكون مأكد عليه، ده من الاوتبوت بتاعتي اللي لازم تقولها لي، او المعلومات اللي الاقيها موجوده داخل الخطه. انا خلاص خرجت بخطه بعد كل اللي انا عملته، خرجت بالخطه بتاعتي جاهزه. يبقى الخطه دي لازم تقول لي اصحاب المصالح دول او المساهمين بتوعك عندهم استعداد او السماح بان نسبه الربح بتاعتهم تقل 10% في حاله تعرضنا لخطر او لخسائر. بعد كده طبعا زي ما قلنا الريبورت بتاعنا اتعمل له الفورمات، فبالتالي الريبورت هيبقى بيديني الداتا الكافيه بتاعتي
وبعدين مرحلة التراكنج أو التتبع أو الأوديتنج بقى، إن أنا هبتدي أعمل أوديت للإيه؟ للمخاطر، للخطة بتاعتي أثناء عملية التنفيذ. بعد ما اتعرفنا على الخطة بتاعتنا وإيه الإنبوت وإيه البروسيس وإيه الأوتبوت، طب أنا عايز أعرف بقى الاستراكشر بتاع الكاتيجوريز. يعني إيه؟ يعني أنا عندي الريسك كاتيجوري بتاعي داخل المشروع، أو نقول ذا ريسك كاتيجوريز إن أ بروجكت بلان داخل خطة المشروع، ممكن أعمل له جراف أو ممكن أعمل له دايجرام كده أو صورة أو شكل بيعبر عنه بشكل هيكلي، زي بالظبط اللي بنعمله اللي بنحط فيه رئيس مجلس الإدارة وبعدين الإدارات، اللي هو الـ WPS اللي هو Work Breakdown Structure. زيه بالظبط عندي حاجة اسمها RBS Risk Breakdown Structure، إن أنا أعمل له هيكلية. لو بصيتوا معايا كده على الرسمة الموجودة هنلاقي عندنا حاجة اسمها Project Risks أهي، ببتدي احط الكاتيجوريز اللي انا شايف انها مؤثره على المشروع بتاعي، زي التكنيكال، اكسترنال، اورجانيزيشنز، بروجكت مانجمنت. بدات احط تحت كل بند من دول، هو التكنيكال في الريكويرمنت المعدات، في التكنولوجي، في الكواليتي، في الكوانتيتي، كل دي حاجات تكنيكال. الاكسترنال داخل فيها حاجات زي الماركت، زي الكاستمر، زي الويذر، دي المخاطر الخارجيه اللي ممكن يتعرض ليها المشروع بتاعي. الاورجنايزيشنال هنا او المنظمه نفسها، ممكن زي حاجات اللي هي التغيير او البروجكت ديبارتمنت حصل فيها تغيير او الريسورس نفسها، كل ده داخل العمليه التنظيميه. البروجكت مانجمنت ببتدي اشوف عمليه البلاننج كنترولنج بتتم ازاي، الكوميونيكيشن نفسها، الاكسكيوتنج التنفيذ. يبقى انا هنا عملت رسمه او عملت هيكل اداري او هيكل شبيه بالورك بريك داون ستراكشر ال WPS، اسمه ريسك بريك داون ستراكشر. قدرت اجمع فيه كل المخاطر اللي ممكن يتعرض ليها المشروع بتاعي انا. نوع المشروع فور اكزامبل بتاعي انا لو هو انتاج سيارات، هلاقي السيارات بيتاثر بالتكنيكال، بيتاثر بالاكسترنال، عندي الاورجنايزيشن او التنظيمي، البروجكت مانجمنت بتاعي اللي هي اداره المشروع نفسها. طيب يبقى اذا ال RBS بتديني القدرة إن أنا سي أول بروجكت ريسك جروب، أنا قسمتهم لجروبس، شفت كل مخاطر المشروع أز جروب. طبعا ده بيسهل عليا إن أنا بحدد سبيسيفيك ريسك أريا بتاعتي، منطقة المخاطرة بتاعتي بالظبط، وبشوف الريليشن بتوينهم. يعني أنا النهاردة بقدر أشوف إيه علاقة التكنيكال دي في حالة التكنولوجي لو دخلت عندي هتأثر على إيه؟ ممكن تزود من الماركت، ممكن تزود من عدد الكاستمر. طب انا هحتاج هنا اعمل الريسورس بتاعتي، هرجع للمورد البشري او الهيومن ريسورس، محتاج عمليه تدريب وتطوير على استخدام التكنولوجي. هبتدي اشوف اداره المشروع بتاعتها، يبقى اذا لازم يكون في خطه لاستخدام التكنولوجيا. يبقى احنا قدرنا هنا من خلال الـ RBS ان احنا نحط البروجكت ريسك بريك داون ستراكشر او الريسك بريك داون ستراكشر في داخل دايجرام او هيراركي، هيكل، شكل الهيكل التنظيمي بيقول ايه هي المخاطر او ايه هي الكاتيجوريز اللي بيؤثر عليها المشروع او بيتاثر بيها المشروع بتاعي. مجرد وضوح الريسكز قدامي بهذا الشكل من خلال الكاتيجوريز، قدرت النهارده اجمعها، فاقدر بقى اعمل خطه لتجنب كل نوع من انواع هذه المخاطر، او ان انا ايه اللي ينفع اتجنبه، ايه اللي ينفع اخفف من الامباكت بتاعه، ايه اللي ينفع اعمل له عمليه تحويل، وايه اللي لا محاله هيحصل، زي مثلا عمليه الويزر مثلا، احيانا بيحصل حاجه في الجو بتبقى غير صعب التنبؤ بيها او ما حصلناش عمليه تنبؤ بيها، فبالتالي ده بيعمل لي مشكله. فده بالنسبه للريسك بريك داون ستراكشر. يبقى احنا حطيناها في هيكل از كاتيجوريز او فئات، قدرنا نشوفها كلها مع بعض، فبنقدر كمان نشوف تاثيرها، بنقدر نشوف ازاي نتعامل معاها. خلصنا المرحلة الأولى وهي الريسك بلاننج أو الريسك مانجمنت بلان، وعرفنا نحط الخطة إزاي وإيه الكومبوننت اللي لازم تكون موجودة فيها وإيه الريسبونسابيلتيز والميثودولوجيز وكل الكلام ده. طيب بعد كده بدأنا ندخل على حتة الكاتيجوريز، وعرفنا إن أنا ممكن أجمع الكاتيجوريز من خلال هيكل معين اللي إحنا شفناه من شوية. طب النهاردة أنا عايز أعرف بقى يعني إيه ريسك أيدنتيفيكيشن؟ يعني إيه النهاردة إن أنا أحدد الخطر؟ تحديد الخطر هي عملية تحديد وتقييم التهديدات أو المخاطر اللي ممكن تتعرض ليها المنظمة بتاعتي. مجرد تحديد الخطر ده بالنسبة لي شيء مهم جدا، سواء كان بيخص القوى العاملة، سواء كان بيخص المنظمة ككل، العاملين، ف
فبالتالي هنا ممكن الاي تي نفسه او عمليه تكنولوجيا المعلومات، تحديد الخطر هنا ممكن يكون تهديد، ان انا ممكن يكون عندي امن تكنولوجيا المعلومات في خطر، ان ممكن يكون عندي بيحصل هاكينج على السيستم، طب انا عايز احمي نفسي من الهاكينج، ابتدي اعمل فاير وول بسيستم محترم، يكون عندي مجموعه من المنسقين او العاملين في مجال الاي تي قادرين يعملوا سيستم لحمايه المنظومه التكنولوجيه. فبالتالي زي البرامج الضاره الفيروس مثلا، او لما اتعرض لفيروسات او كلام من ده، لازم يكون عندي انتي فيروس على الاجهزه كلها عشان اقدر احمي المعلومات بتاعتي. وطبعا ده هنا في احيانا بنتعرض لكوارث طبيعيه او اي احداث تانية محتمله انها ممكن تقوم بعمليه تعطيل، ان انا يحصل لي حاجه اسمها تعطيل للبيزنس اوبريشنز بتاعتي او العمليه التجاريه نفسها او البروجكت الخاص بيا. فبالحاله دي انا عايز اتجنب هذا التعطيل. نلاقي الشركات دايما بتعمل ايه؟ بتحط خطه قويه جدا لاداره المخاطر، بتقدر على انها تقلل من هذه التهديدات. يبقى انا عندي اما بحدد المخاطر انا بعرف بقيم وبحدد التهديد. طب لو انا عندي بقى كمان في المقابل انا عرفت الخطر وعندي البلان، يبقى في الحاله دي انا بقلل او عندي خطه قويه بدير بيها هذا الخطر، وبالتالي بتقلل تاثير التهديدات. وده اللي لازم يحصل، ده اللي ينبغي علينا ان احنا نعمله او نراعيه داخل المشروعات بتاعتنا، ان انا احط البلان، احدد الخطر بتاعي او المخاطر اللي ممكن اتعرض ليها، وبناء عليه ببتدي اتجنبها او بقلل الايمباكت اللي هي بتتعرض ليه. زي ما اتكلمنا في البلان بروسيس او الريسك مانجمنت بلان بروسيس، هنتكلم على الريسك ايدنتيفيكيشن بروسيس ستيبس. هنلاقي ان احنا عندنا خطوات، الخطوات دي عشان نحدد بيها الخطر او التهديد. عندنا 5 خطوات اساسيه في تحديد المخاطر وعمليه ادارتها. تتضمن الخطوات دي اول حاجه اني بحدد الخطر اللي هو الريسك ايدنتيفيكيشن، وبعدين تحليل المخاطر، تقييمها، معالجتها، ثم المراقبه. هنيجي للحاجه الاولى عندنا وهي تحديد المخاطر، الريسك ايدنتيفيكيشن. بيكون الغرض منها ان انا احدد او اكشف ايه هو الخطر او ايه المخاطره اللي هتحصل لي، سواء بقى ماذا واين ومتى ولماذا، ليه حصل ده وامتى حصل او امتى ممكن يحصل. احنا قلنا ان الريسكس دي حاجات مستقبليه، فكل كلامي عنها بيكون مستقبلي. على سبيل المثال لو احنا قلنا مثلا ان انا عندي بيزنس موجود في وكاله كاليفورنيا، ممكن يحصل فيه حريق، يبقى هنا انا عندي في حريق هيحصل. طب الحريق ده هيكون نتيجته ايه؟ مش تعطل العمليه التجاريه؟ طب انا عرفت منين ان في حريق هيحصل؟ ممكن اكون بتعامل في مواد خطره قابله للاشتعال، فمتوقع ان يحصل حريق في اي وقت. اذا لازم يكون في حاجه اسمها الالترناتيف بقى، اللي هو الخطه البديله، ان انا الخطه البديله بتاعتي لو موجوده انا هخفف الامباكت، هخفف التاثير، وفي نفس الوقت لان انا عارف الخطر. وده يمكن موجود في احد المواني الصينيه، عندنا ميناء اسمه ميناء تيانجين مثلا. ميناء تيانجين من اكبر المواني الصينيه في العالم، يمكن اخذ ترتيب رقم 7 عالميا. والميناء ده النهارده بيحدد لي، الميناء ده النهارده بيحدد لحضرتك ان في منطقه قابله للاشتعال سنويا نتيجه للبراكين. فكان الخطه البديله بتقول ان انا في الفتره دي من الزمن اللي بيحصل فيها البركان بيتم نقل نشاط هذه المنطقه لمنطقه اخرى. يبقى علشان انا عملت ريسك ايدنتيفيكيشن، انا حددت التهديد او الخطر بتاعي، قدرت اعمل له عمليه ان انا لا يؤثر على النشاط التجاري او اخفف الامباكت بتاعه، ونقلته لمكان اخر للعمل في هذا التوقيت من العام اللي هو معروف ان بيحصل فيه انفجار نتيجه للبركان. ده في حاله اول خطوه عندي وهي الريسك ايدنتيفيكيشن. عرفنا الريسك ايدنتيفيكيشن وحددنا المخاطر بتاعتنا، وقلنا ان الغرض منها ان انا دايما بكشف لماذا وكيف وايه اللي بيؤثر على قدره الشركه على العمل. تاني مرحلة عندي، ودي البروسيس المهمة جدا جدا، وهي الريسك اناليسيس. الريسك اناليسيس بقى ان انا هحلل المخاطر دي، الخطوة دي ان انا بقول فيها احتمالية وقوع الخطر بنسبة قد ايه، والنتيجة المحتملة لهذا الحدث. يعني النهاردة في حالة وقوع الخطر، ايه النتيجة المتوقع حدوثها؟ احنا متوقع الاثر علينا ايه؟ مثلا فور اكزامبل، يمكن انا حاطة عند حضراتكم هنا مثال، مدير السلامة مثلا المهنية بشركة دايما بيحصل حريق في غابات كاليفورنيا. في حالة وقوع الشركة دي بالقرب من الغابات، إذن هي هتتأثر. فبيبتدي مدير السلامة يعمل تقييم لكمية المطر
اللي بتحصل خلال ال 12 شهر من السنة أو اللي حصلت خلال الشهور الماضية، ويبتدي يتنبأ بكميات المطر اللي ممكن تحصل خلال الشهور القادمة بناء على ما حدث في السابق. فبالتالي هنا هو بيقدر يحدد مدى الضرر اللي ممكن يقع عليه، بيقدر يحدد ايه اللي الشركة محتاجة تواجهه في الفترات القادمة. طب حاجة تانية، الريسك اناليسز هنا لما اجي اقول ارتفاع الاسعار حاليا او ارتفاع سعر الدولار الموجود او اللي بنشوفه حاليا ده ممكن يأثر عليا بنسبة قد ايه، ممكن يؤدي لارتفاع سعر المنتج بتاعي في السوق مثلا العربي او في الاسواق العربية بنسبة 2%، ممكن يؤدي لارتفاع اسعاره في الاسواق الاوروبية بنسبة 4%. طب هل ده مقبول في السوق الاوروبي؟ هل فعلا عنده نفس الضرر او لا؟ ده اللي انا محتاج أأكد عليه، ومحتاج اعرف بنسبة قد ايه هو هيتأثر معايا. الاناليسز هنا بتقول لي انا ابتدي احط نفسي دايما، التحليلات دايما بتديني القيم بشكل واضح، يبقى هنا انا بعرف احتمالية وقوع الخطر او الحدث والنتائج اللي هتأثر عليا، هتأثر عليا بنسبة قد ايه، هتزود مبيعاتي، هتقلل مبيعاتي، هتأدي لان انا في بعض خطوط الانتاج هيتم توقفها لفترات زمنية معينة ام لا، لحين توفر موادها الخام. احيانا عجز المادة الخام بيبقى مشكلة كبيرة جدا، ان مادة خام مش موجودة، فبالتالي انا بضطر اوقف خط الانتاج نتيجة لزيادة تكلفة التشغيل، فانا عايز اخفض من تكلفة التشغيل فببتدي اوقف من خط الانتاج، ودي هنا بتبقى مشاكل. ده بيحصل امتى؟ لما بعمل ريسك ايدنتيفيكيشن، انا عرفت المخاطر المتاحه وكمان عرفت اعمل لها ريسك اناليسيس احللها بالشكل الملائم، فاذا انا قدرت اعرف احتماليه وقوع الخطر وكيفيه الامباكت او ايه هو الاثر اللي هيعود عليا من هذا الخطر. عملنا ريسك ايدنتيفيكيشن، حددنا المخاطر، عملنا ريسك اناليسيس، بدانا نحللها، بدا يقول لنا طب الايفالويشن بقى التقييم، لما نيجي نقيم يبقى اذا انا بقارن، ببتدي اقيم هنا، يعني انا بقارن بين حاجتين، بين احتماليه الحدوث وبين حجم كل خطر وتصنيفه حسب الاهميه. فهلاقي عندي هنا يا جماعه في تصنيف، هنا لو بصينا على الشكل ده هنلاقي فيه الهاي واللو، سهم بيقول لي هنا بدايته هاي واخره لو، ده سهم الامباكت التاثير. عندنا حاجه بيقول لنا الهاي امباكت اند لايكلي تو اوكر، يعني النهارده هو تاثير كبير وهيحصل محتمل حدوثه، فهنلاقيه اخد الجنب ده، اخد هاي في الامباكت وهاي في الاحتماليه. اللايك هود ده اللي هو الاحتماليه، عندنا الهاي وعندنا لو، درجه احتماليه الحدوث. فهنلاقي هنا الهاي امباكت تاثير كبير وفي نفس الوقت هو ايه؟ هو قابل انه يحدث، يعني هو هيعمل اثر كبير وممكن يحصل، يبقى في التالي معدل احتماليته عالي ومعدل تاثيره عالي. طيب تأثير منخفض اللو امباكت بقى بس قابل ان هو يحصل، محتمل ان هو يحصل، محتمل الحدوث، يبقى معنى كده ان التأثير بتاعه لو لكن درجة الاحتمالية عالية. التأثير بتاعه لو وتأثيره ضعيف ولكن درجة احتماليته عالية، يبقى انا في الجزء الاولاني قلنا الهاي امباكت تأثير عالي مع احتمالية عالية، يبقى هاي امباكت مع هاي احتمالية مع تأثير احتمالية حدوثه مرتفعة. هنا في التأثير ضعيف ولكن هو برضه نسبة حدوثه ايه؟ عالية. يبقى احنا هنا صنفنا او قارنا بين حاجتين، احتمالية الحدوث وحجم التأثير بتاعه، هو تأثيره قوي ولا ضعيف، تأثير كبير ولا تأثير منخفض. فبالتالي انا عندي بقى النص التاني من المربع اللي قدامنا ده بيقول ايه؟ هو هاي امباكت بس غير محتمل الحدوث، يعني ممكن ما يحصلش، فهنلاقيه هو بيقع في الامباكت هنا في الهاي، لكن في درجة الاحتمالية هو في الدرجة المنخفضة. في الدرجة الاحتمالية هي درجة ايه؟ انخفاض، يعني هو في الهاي امباكت هو تأثيره هيكون قوي جدا عليا على البروجكت بتاعي، ولكن نسبة احتمال حدوثه ضعيفة، يعني نسبة احتمال وقف انتاج السيارات في الوطن العربي قليلة، لكن ممكن تحصل. طب تأثيرها عليا هيكون ايه؟ انهيار المشروع. يبقى لكن هو تأثير كبير جدا 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 نتيجة لانهيار الصناعة نفسها اتوقفت، ولكن إمكانية حدوثه شبه مش موجودة أو إمكانية حدوثه ضعيفة جدا، لكن هو موجود. نفس الفكرة عندي بالنسبة لللو إمباكت بس كمان غير قابل للحدوث، يعني هو لو إمباكت بس غير قابل للحدوث. هل الناس لو أنا بنتج مثلا بطاطس، الشعب هيجي عليه يوم او المستهلكين او الكاستمرز بتوعي
هيجي علينا يوم يقول كلنا مش هناكل بطاطس او كلنا مش هنجيب بطاطس، يبقى في الحاله دي هو لو امباكت، تاثيره ضعيف جدا وكمان هو غير قابل للحدوث. انا بشتغل في سلعه استهلاكيه الناس كلها بتستهلكها او الناس كلها بتستخدمها، فبالتالي ده غير قابل للحدوث. بعد عمليه الاناليسيس وعرفنا ايه الهاي امباكت وايه اللو امباكت وقد ايه احنا بنصنف المخاطر بهذه الطريقه، بنيجي دلوقتي بنقول لا احنا عندنا حاجه مهمه جدا اسمها ريسك تريتمنت، بقى احنا معالجه المخاطر. بشير دايما او بيشير دايما المصطلح ده لاسم حاجه اسمها خطط الاستجابه، ان انا بعمل تخطيط للاستجابه للمخاطر. الخطوه دي ان انا بنشئ فيها استراتيجيه، الاستراتيجيه دي للتخفيف من المخاطر، وبعمل رعايه وقائيه وبعمل خطط للطوارئ، وبشوف بناء عليه القيمه المقدره لكل خطر، بشوف بقى كل خطر من المخاطر اللي انا بتواجهني دي قيمته ايه وتاثيره عليا ايه. لو رجعنا للحريق الخاص بالغابات هلاقي ان الشركه لازم تعمل خطه لاخلاء الموظفين، يكون عندها خطط في حاله حدوث الحريق هنخلي العاملين ازاي، وخطه كمان ان يكون عندي شبكات او يكون بستخدم تكنولوجيا معينه، ان في اجهزه كمبيوتر عليها باك اب من كل الداتا او عليها نسخ من كل الداتا في اماكن خارج نطاق العمل اللي معرض للحريق. فبالتالي النهارده بقدر البيزنس بتاعي بيستمر ما بيقفش بقى، يعني النهارده انا مش حصل حريق فالشركه قفلت او الشركه العمل توقف، لا خالص، احنا بنعمل اخلاء للعاملين او الموظفين، بيتجهوا العاملين لمكان يقدروا يمارسوا فيه عملهم بعيد عن مكان الحريق، لان عندي شبكات، عندي نظام انترنال اند اكسترنال نتورك محطوط عليها كل الداتا بتاعتي او البيانات والمعلومات الخاصه بمجال العمل، فبالتالي بقدر ادير من اي مكان او من اي اجهزه اخرى خارج مكان العمل. باجي على مرحله المراقبه او الريسك مونيتورنج اللي هي عمليه مراقبه او التدقيق بقى والمراجعه والاوديت للمانجمنت بتاعتي، دي نون ستوب بروسيس، احنا العمليه دي ما بتقفش معانا، العمليه دي مستمره طول الوقت، بيحصل لها تغيير، بنغير في طريقه المراجعه، بنغير في طريقه المراقبه، بالتالي ليه؟ لان ده دايما بنغيره عشان نضمن اقصى تغطيه للمخاطر الايه؟ سواء كانت نو اند unknown ريسك، يعني انا النهارده سواء عارفاها او مش عارفاها، فبالتالي دايما في عمليه في تطوير لعمليه الريسك مونيتورنج او عمليه متابعه المخاطر او مراقبتها. مراقبه المخاطر هنا من الحاجات المهمه جدا لان بتساعدني زي ما قلنا ان انا ببتدي اشوف الخطر او اشوف المخاطر قبل عمليه الوقوع، فيا اما بتجنبها او بحولها او فبقدر اخد الاكشن المناسب في الوقت المناسب قبل ما يحدث وقوع للخطر. بعد ما اتعرفنا على identify risk و risk management planning او plan risk، محتاجين نعمل gathering كده او نجمع او نعمل summary للي احنا قلناه. هنلاقي ان identify risk جمعت لي حاجة اسمها input. input هي كل ما نمتلكه من مصادر وموارد خاصة بالبروجكت بتاعي، سواء كانت كوست بقى، كانت مساهمين ستوك هولدرز، سواء كانت كوست مانجمنت بلان، سكادجول، كواليتي، بروجكت دوكيمنت، كل ما يتعلق بالبروجكت، وما هي التولز والتكنيكس المستخدمه للحصول على حاجه اسمها الريسك ريجستر اللي هو سجل المخاطر. انا في النهايه خالص عايزه اوصل لسجل المخاطر، فبالتالي التولز بتاعتي ببتدي اشوف انا ازاي هعمل جاذرنج انفورميشن عن كل الحاجات دي، ببتدي اشوف التشيك ليست الخاصه بالاناليسيس، ببتدي اعمل صوت اناليسيس، ففي النهايه بحقق الاوتبوت بتاعي وهو ان انا بقى عندي حاجه اسمها سجل المخاطر للمشروع بتاعي، مسجل فيه كل الكاتيجوريز الخاصه بالمخاطر وما هو محتمل حدوثه وما هو مستبعد احتماليه الحدوث، ومتقسمه حسب اللو والهاي امباكت زي ما قسمناها من شويه. في عملية تحديد المخاطر أو في الـ Identify Risk، أنا دايماً بحدد المخاطر اللي ممكن إنها تؤثر على May Affect، يعني ممكن تؤثر لي على البروجكت بتاعي. يمكن أن تتضمن الموارد عدة حاجات. طب أنا النهاردة لما أجي أقول عندي Include the following resources when performing risk identification، لازم يكون عندي حاجة اسمها البروجكت مانجر. يبقى أنا في شخص أو مدير المشروع ده من الناس او من الموارد المهمه جدا اللي لازم يكون عارف ايه هي المخاطر. التيم نفسه، البروجكت تيم، الريسك تيم، مين هم الفريق المسؤول عن المخاطر، مين هم المساهمين بتوعي الستوك هولدرز، مين الكاستمرز،
او العملاء بتوعي او المستهلكين بتوعي او المتعاملين مع المشروع. وعلى فكره انا هنا في الكاستمر لو تفتكروا انا بقسمهم لتو، انترنال كاستمر واكسترنال كاستمر، العميل الداخلي وهو العاملين، والاكسترنال كاستمر هو الاند يوزر بتاعي او المستهلك النهائي. وطبعا عندي الاكسبرتس اللي هم الخبراء او الناس اللي عندها خبره بالموضوع. وبكده يبقى انا عندي ان في الايدنتيفاي ريسك انا عندي البروسيس دي، يوز ذا تو ديترماين ويتش ريسك ماي افكت، مين اللي بيتاثر من هم، مين اللي هيتاثرهم في المشروع ده، ومين اللي هياثر فيهم الريسك. الريسك هياثر دايما على المدير، هياثر على التيم، هياثر على الفريق اللي بيشتغل، هياثر على الستوك هولدرز اللي هم المساهمين او اصحاب المصلحه، هياثر على المصلحه على العملاء بتوعي سواء انترنال او اكسترنال، هياثر على الخبراء. وبالتالي انا لازم استعين بكل هذه الاطراف عشان ابتدي احط الريسك بتاعي او اعمل حاجه اسمها ريسك مانجمنت، اداره للمخاطر. اول تكنيك هنتكلم عنه ريسك انفورميشن جاذرنج تكنيكس. ايه هي التكنيكس او ايه التقنيات او الاليات المستخدمه لجمع المعلومات؟ انا عايزه اجمع معلومات عن المخاطر، ايه اللي بتعرض له، ايه اللي محتمل يحصل، ايه محتاجه ابقى اعمل ايه. اول حاجه عندي البرين ستورمنج، البرين ستورمنج اللي هو تقنيه العصف الذهني. تاني حاجه دلفي تكنيك، تكنيك دلفي ده من التكنيكات العاليه جدا والموجوده وموجوده جدا من زمان وهنتناوله بالتفصيل. الروت اناليسيس، بعد كده عندي الصوت اناليسيس طبعا، والاكسبيرت انترفيوينج ان انا اعمل لقاء او مقابلات مع المتخصصين. هلاقي عندي ان المعلومات اللي موجوده قدامنا دي اللي بتعمل لك حاجه او بتشير الى الريسك انفورميشن جاذرنج تكنيك، ده المفروض ان انا بستخدم اليات دي كلها او احد، يعني ممكن مش شرط اخدها كلها، ممكن اخد واحده او اتنين. ممكن انا في البروجكت بتاعي بستخدم صوت اناليسيس بس، ممكن اكون بستخدم ديلفي، ممكن استخدم صوت اناليسيس مع اكسبيرت انترفيوينج مع ديلفي تكنيك، حسب ادارتي للمشروع. اول تقنيه عندي حاجه اسمها برين ستورمنج اند ديلفي، انا جمعت الاثنين الاولانيين مع بعض بس هنتناول كل واحده في شريحه منفصله. برين ستورمنج اند ديلفي هنلاقي عندنا البرين ستورمنج ده تكنيك موجود من زمان، مش حاجه جديده علينا، بس بيشتمل على مجموعه تقنيه متطوره طبعا طورها اليكس، بتشتمل على أربع خطوات أساسية للعصف الذهني. أول حاجة عندي خالص التركيز على الكمية، دايما بيركز focus on quantity. دايما الفكرة هنا إن أنا بسهل حل المشكلة من خلال المفهوم. طبعا هنا لما بتعرف عليها وبحطها في شكل كمي ده بيسهل عليا طريقة الحل. بفترض إن الفكرة كل ما زاد عدد الأفكار عندي كل ما زادت فرصة الحلول، يعني أنا النهاردة كل ما بدأنا نفكر وطلعنا عدد كبير من الأفكار، طلعنا 100 فكرة، 50 فكرة، يبقى في الحالة دي كل 50 فكرة من دول بيديني 30 40 حل للمشكلة اللي ممكن أتعرض ليها أو للمخاطر اللي ممكن أتعرض ليها. فهنا أنا بعتمد في العصف الذهني أو في البرين ستورمنج على كميات أو أعداد الأفكار، فهي التركيز الكمي دي نمرة واحد. نمرة اتنين هي الترحيب بالأفكار غير العادية، اللي هو بقى ايه اوت اوف ذا بوكس زي ما بنقول، ان انا برحب بالفكره الغير عاديه او غير تقليديه، لان انا دايما الهدف هنا في البرين ستورمنج ان انا احصل على قائمه كبيره جدا وطويله جدا من الافكار الغير العاديه وبنشئها من خلال طبعا ايه، من خلال وجهات النظر المتفاوته، كل العاملين او كل التيم المشارك له وجهه نظر مختلفه، وبالتالي هنا ببتدي اتطرق لافكار جديده، فبالتالي بحصل على افكار جديدة، فبالتالي بجنريت unusual idea، بطلع أفكار غير تقليدية وغير عادية، فطرق الحل بتكون مختلفة. بعد كده بدور على حاجة اسمها welcome unusual idea، طبعا ده اللي هي ال unusual idea، الأفكار الغير تقليدية. بعد كده ببتدي أدور على حتة دمج الأفكار وتحسينها، ال combine and improve idea. أنا بدور دايما إن أنا ادمج الافكار، يعني عندي افكار كتيره قوي ممكن احط فكرتين مع بعض يبقى جود ايديا من بي كومبايند، يعني انا النهارده دمجت فكرتين مع بعض طلعت بيهم حل مختلف او طريقه جديده من الافكار عشان افكر فكره جديده واحده مطوره او محسنه. لو اقترحنا مثلا 1 زائد 1 بيساوي كام؟ قال بيساوي 3، ده هيخلي اللي بيشتغل عندنا 1 زائد 1 هيساوي 3 ازاي؟ مش 1 زائد 1 بتساوي 2؟ هنقدر نفكر هي امتى 1 زائد 1 هتساوي 3؟
يبقى احنا هنقدر ندمج افكارنا ونجمعها بحيث ان احنا نوصل لايه لهذه المعادله. يبقى هنا البرين ستورمنج دايما بتركز على الكوانتيتي، على كميه الافكار، على الافكار الغير تقليديه، على دمج الافكار مع بعض للحصول على فكره واحده متميزه او جيده. بعد كده حجم النقد، ان انا ببتدي اتجنب عمليه النقد. انا النهارده بعمل عصف ذهني، يعني بالتالي كل الافكار مباحه، كل الافكار متاحه، ممنوع ان حضرتك تنتقد فكره، ممنوع تقول واحد قال لك احنا هننظف المكان، لا عادي ننظف المكان، بتقبل كل الافكار، ممنوع النقد. يبقى انا عندي حجم النقد في العصف الذهني. يتم تاجيل نقد الافكار لما يكون الفريق جاهز، بقى حللنا كل الانبوت بتاعتنا، فبالتالي بنركز على ان احنا بنوسع الافكار ونضيف ليها، لكن بنخلي الحكم عليها ايجابي او سلبي معلق شويه، بنأجله للنهايه، فبالتالي بيكون في حريه، مفيش حد هيخجل من ان هو يقول الفكره بتاعته، احنا ما عندناش حته الخجل من القاء الفكره او ان احنا نقولها. فده بالنسبه لتقنيه العصف الذهني. يبقى انا في العصف الذهني انا بركز على 4 حاجات اساسيه. اول حاجه كميه الافكار، بعلق النقد بتاعي شويه او بوقفه، برحب بالافكار الغير عاديه، بدمج الافكار بحيث ان انا الكومباينيشن ده يعمل معايا جود ايديا او نيو ايديا اوت اوف ذا بوكس، يعني بنطلع فكره جديده خارج الصندوق. تقنيه ديلفي من التقنيات الجميله جدا، ويمكن هي مميزه بشويه حاجات كده هنقولها مع بعض. اولا تقنيه ديلفي اتعملت بواسطه مؤسسه او شركه اسمها راند. راند هي اختصار ريسيرش اند ديفلوبمنت. قال لك النهارده هي جينا في سنه 60، هي انشات سنه 60، هي انتر اكتف، دايما بيكون فيها انتر اكتف فوركاستنج، يعني بتعتمد على التفاعليه، بيتم فيها العمل مع الخبراء، بس ما بيقولوش شخصيتهم، او شخصيتهم بتكون لم يتم الكشف عن هويتهم الشخصيه، بحيث ان انا بعد الانتهاء بيبتدوا يشتغلوا دون الكشف عن شخصيتهم بعد الانتهاء من التقرير. ده بيمنعني ان انا يكون في سيطره مني عليهم او سيطره منهم على الاخرين، ما بيبقاش في استخدام للسلطه الشخصيه لان هم مش معروفين بالنسبه لحد، ما فيش تحيزات شخصيه، هم برضو اشخاص مجهوله، بيقلل من التاثير وبيقلل من الهاله اللي بتحصل، وده بيسمح بالحريه والتعبير عن الراي. انا حتى مش معروف، فبالتالي بقدر اقول رايي بكل وضوح وصراحه من غير ما اكون يعني بيكون ليا تاثير دايما ايجابي على الاخرين. فهنا ديلفي تكنيك من التقنيات الحلوه جدا. الريسيرش اند ديفلوبمنت تيم دول بيكون تيم مسؤول عن عمليه التطوير والبحث الدائم، بيكونوا دايما مش معروفين عشان يكون في ليهم حريه في التعبير عن ارائهم. ما اقدرش اقول لحضرتك لا ادائك ضعيف النهارده، فتبقى عارف ان انا من الفريق المسؤول عن التطوير. فدايما فريق التطوير هنا اللي بيتبع ديلفي تكنيك بيبتدي يختفي عن الظهور، هو بيتابع ويبتدي يجمع المعلومات، ولكن هو هيدن بالنسبه للجميع عشان يقدر ما يكونش فيه اي سيطره او اي علاقات شخصيه تتدخل في الموضوع. زي ما قلنا في ديلفي في الفتره الاولى في الشريحه اللي قبل كده او في الجزء اللي قبل كده، قلنا ديلفي بتشجع على النقد دايما وبيكون فيه اعتراف الاخطاء، لان دايما بنراجع. بقى انا عندي دايما بعمل ده من غير ما اكون يعني ملحوظ بالنسبه لغيري، ففي حريه في الاراء. جات لنا بعدها طريقة تانية اللي هي تحليل السبب الجذري الـ RCA مع مقابلة الخبراء، إن أنا expert interviewing هنا، إن أنا بقابل الخبراء المتخصصين في جمع المعلومات أو في اكتشاف المشكلات وحلها، لأن في النهاية هي المخاطرة أو المخاطر اللي بيتعرض لها المشروع هي في النهاية بتصنف as a problem، هي مشكلة، فبالتالي أنا عايز النهاردة أوصل للمشكلة دي أو أوصل لحلول ليها، فبالتالي انا بشوف كل الطرق اللي اقدر اجمع بيها المعلومات وصولا لهذه المشكله. فتحليل السبب هنا ومقابلات طبعا الاكسبيرت انترفيوينج هنا، ان انا اقابل المتخصصين او ذوي الخبره، دي طريقه تفاعليه جدا بتساعدني في اكتشاف المشكلات وحلها في البدايه، يعني دي بقدر استخدمها في بدايه المشكله. بيتم اجراء تحليل بعد الوقوع في الحدث مباشره، خلاص انا هنا اوريدي الحدث وقع، هنا بيديني السماح بان يكون في محفزات للعمال، بيكون في تحليل السبب الجذري هنا بتكون احيانا طريقه استباقيه، بمعنى اخر ان انا بكون عندي القدره شويه على التنبؤ بامكانيه حدوث حدث قبل حدوثه ولكن بفتره زمنيه قليله جدا. لما بكون عملت المقابله مع الخبراء الاكسبيرت انترفيوينج في البروسيس دي، بيحصل ان احنا بنتبادل الافكار والاراء. تبادل الاراء والافكار هنا بيخليني احصل على معلومات مهمه للمشروع من متخصصين، وبالتالي هنا
ببتدي يحصل عندي عملية فوركاستنج أو تنبؤ مبدئي شوية بالخطر ممكن يكون أو بالمخاطرة ممكن يكون قبلها بنسبة قليلة أو بفترة زمنية قليلة. So what analysis؟ طبعا كلنا يمكن درسنا في أي مادة درسناها سواء استراتيجيك مانجمنت إدارة مشروعات الإدارة الاستراتيجية أو البروجكت مانجمنت نفسها لازم يحصل عندي حاجة اسمها So what analysis؟ الصوت اناليسيس احنا بنعدلها الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بيتقسم لاربع حاجات. عندنا اتنين هنا الكولمز او الاعمده عندي فيها سترينث وفيها ويكنس اللي هي نقاط القوه ونقاط الضعف الخاصه بالبروجكت بتاعتي، ودايما نقاط القوه ونقاط الضعف هي بتكون انترنال هي داخليه عندي. الاوبورتيونيتيز عندي اللي هي الفرص المتاحه، غالبا لو بمتلك نقاط قوه مثلا المنتج بتاعي مميز فانا نقطه قوه فبيمثل ليا فرص في السوق بشكل كويس. نفس الفكره احيانا الويكنس بتديني اوبورتيونيتيز. الثريتس هنا يا جماعه هي المخاطر او التهديدات اللي بنتعرض ليها، وده يمكن دورنا في الفتره دي كلها احنا بنتكلم في المخاطر. الثريتس هنا لو هي سترينث في نقطه قوه احيانا بتكون نقطه القوه دي فيها مخاطره ولكن مش قويه، يعني بالعكس انا قوي في الحته دي فبقدر اتفاداها، لكن لما بيكون نقطه ضعف مع مخاطره هنا بيكون الخطر الحقيقي اللي بيتعرض ليه المشروع. فبالتالي هنا بنقول ايه؟ بنقول اللي بيتم اعداد الشكل ده عباره عن شبكه تتكون من نقاط القوه والضعف في عمودين رئيسيين والفرص والتهديدات بصفين رئيسيين. الفكره هنا هي معرفه امتى بتكون نقط القوه والضعف في المنظمه مقابله للفرص والتهديدات باستخدام المقارنات الاربعه. هنبتدي نشوف دلوقتي في الشريحه اللي جايه ايه هي المقارنات الاربعه اللي بيتم تحديدها. نقاط القوه مع الفرص، ودي بتحدد او بتساعد عندي ان السترينث هنا مع الاوبورتيونيتيز دي بتساعدني في نقاط القوه التنظيميه في المنظمه من ان انا اقدر استفيد من اي فرصه قدامي. يعني لو انا عندي معايير بيئيه سليمه، لو انا عندي قوه تنظيميه الهيكل التنظيمي بتاعي قوي ده بيساعدني ان انا استفيد من اي اجراء امان. بعد كده بتنقل للحته الثانيه، لو انا بتنقل على نقاط الضعف مع الفرص، هنا نقاط الضعف التنظيمية من منظور آخر إن أنا بجري تحسينات، إن أنا بجري عملية التحسينات اللازمة. على فكرة لما بيحصل التحسينات بتتحول الويكنس لسترينث بوينت، تتحول نقاط الضعف لنقط قوة فيما بعد طبعا مع فترات زمنية طويلة، وده بيمكن المنظمة من إنها تستفيد من الفرص ونقاط القوة. طيب بالنسبة عندي لو نقطة قوة ولكن موجودة مع التهديد إزاي؟ هنا بتساعدنا قوتنا التنظيمية إن أنا أتعامل مع الهيكل التنظيمي القوي بتاعي والقوة التنظيمية بتساعدني إن أنا أتعامل مع المؤسسة الشعب بتاعتي أو مع المنافسين بتوعي في السوق بشكل كويس. فبالتالي ده بيقلل من ده طبعا إيه بيخليني في تعامل قوي وكويس مع التهديدات اللي بتهددني. لكن نقاط الضعف مع التهديدات دي بتجعلنا دايما ضعف في النقاط التنظيمية، فبالتالي بنكون عرضة للمنافسة الخارجية والتهديد يأثر فينا بشكل قوي. ده بالنسبة للي احنا قلناه strength opportunity weakness opportunity strength threats weakness threats، ان انا ده بالنسبة للاربع حاجات اللي احنا او اربع تصنيفات اللي اتكلمنا عنهم. بعد كده بياخدني الحاجة اسمها سجل المخاطر اللي هو الريجستر بتاعي. الريجستر بتاعي في الاخر خالص انا عايز اوصل للسجل ده، بياخد معايا هنا لو خدتوا بالكم البروجكت اي دي السبونسر بتوعي، ببتدي احط البروجكت برايورتي، بعمل ديسكريبشن لكل حاجه، بحط الاولويات، بحط الامباكت بتاعي والتاثير، بشوف الريزلت انا بندرج تحت انهي ريسك كاتيجوري، ببتدي اعمل سجل شامل يشتمل على كل الحاجات الخاصه بالريجستر بتاعي. سجل المخاطر هنا لما بيكون جاهز هو في وصف للمخاطر واحتمالية حدوثها وتأثيرها بالفئة المالية المتاحة سواء كانت بالدولار باليورو بالريال أيا كان. طبعا هنشوف هنا في السلايد اللي جاية يمكن الجزء ده بالتفصيل. ريسك ريجستر هنا سجل المخاطر هنا أداة تخطيط رئيسية النهاردة بقت موجودة معانا بنقول عليها ده الكي بلاننج تول فور ذا بروجكت. النهاردة عشان نعمل خطة لإدارة مخاطر المشروع لازم يكون عندي سجل المخاطر بتاعي وكل اللي احنا قلناه ده عشان في النهايه خالص نحصل على سجل المخاطر. لازم يكون عندي على الرغم من ان المخاطر طبعا بتحدد وفقا لاحتماليه وقوع حدوثها،
لكن إمكانية وقوع الحدث دايما هي اللي بتعبر حقيقة وصحيحة تتطلب المساعدة في المراقبة، إن يكون عندي عشان أقدر أوصل للترو and required assistance in monitoring لازم يكون عندي مراقبة وتحكم جيد. لو أنا قلت الريسك ريجستر اللي فات اللي إحنا شفناه، لو قلنا بيحتوي على إيه؟ describe the risk، طبعا بيوصف الريسك بتاعك وبعدين احتمالية حدوثه وتأثيرها بالفئة أو بالعملة وفئة المخاطر بتاعته والحدث المحفز اللي يشير للخطر، إن الخطر على وشك الحدوث، واستراتيجية الاستجابة للمخاطر ومين صاحب المخاطر ده والتاريخ اللي تم فيه تحديد الخطر. إحنا وصلنا لده إمتى؟ قبل وقوع الخطر أو قبل الحدوث بقد إيه؟ ده تاريخ استحقاق للقرار، والأهم من ده هي أولوية المخاطرة بالنسبة لي. هنشوف هنا الجزء اللي أنا كاتبه لحضراتكم عليه نوتس ده، هنقول إن any risk يعني أي مخاطرة بنسبة احتمال نسبة احتمالها 70% أو أكتر لم تعد تشكل مخاطرة إنها مشكلة. المخاطرة هنا لما يكون يا دوب نسبة الاحتمالية بتاعتي 1 2% 10%، لكن حضرتك بتتكلم في نسبة مخاطرة 70% فأكتر، لا إحنا هنا عندنا مشكلة، ومشكلة قوية جدا يجب التعامل معها بشكل مهم. وبكده يبقى احنا خلصنا المحاضرة بتاعتنا النهاردة اللي كانت بتتكلم على البروجكت ريسك تحديدا، وازاي نعمل، احنا اتكلمنا يمكن في جزئيتين مهمين جدا، هاو تو ايدنتيفاي ريسك، ازاي تحدد المخاطر، وازاي تعمل بلان للريسك بتاعتك، وصولا لمين؟ للريسك ريجستر. اتمنى ان شاء الله ان احنا لما نسمع المحاضرة تكون نستوعبها بشكل كافي، وإن شاء الله نلتقي في حلقة النقاش القادمة في موعدنا لوضع كل التفصيل طبعا والإجابة على كل تساؤلاتكم. أطيب تمنياتي بالتوفيق لكم جميعا أعزائي طلبة الماجستير بجامعة الجامعة الزكية، دمتم في رعاية الله وحفظه، أراكم على خير في حلقة النقاش القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.